Hello everyone and welcome back again to another video. This is Muhammad نجم Nofali and today inshallah we will explain chapter 2 the first lecture which is, which is introduction. اعزائي الطلبة اليوم ان شاء الله راح نبدا وياكم بشرح مادة النحو لمرحلة ثالثة اللي هو كتاب كويرك وهذا الكتاب مطالبين به بالبكالوريوس دراسات الاولية وكذلك حتى في الماستر. مطالب بهم فاذا انت طالب ماجستير هذا الفيديو إلك اذا انت كنت طالب بكالوريوس فهذا الفيديو ايضا لك راح يكون شرح تفصيلي ومتكامل ان شاء الله طلاب طيب المحاضرة الأولى يا أعزائي راح نبدأ بالتعاريف مهمة راح نأخذ شكو تعريف يفيدنا مهم نحتاجه أولا يا أخوان هو السبجكت حبايبي ال subject it is a noun or a pronoun that usually comes before the verb شنو يعني subject هو اسم أو ضمير ها آه. اسم أو ضمير يأتي قبل الفعل طبعا الاسم قد يكون أكثر من من كلمة واحد يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا قلت بالجملة يعني خلينا نقول the car the car is new السيارة هي جديدة حبايبي هذه الكلمة هذا ذكر هو اسم بمعنى فاعل هي سيارة طيب هذا السيارة ممكن يكون أكثر من اسم الفاعل ممكن أقول ذرة كار right يعني السيارة الحمراء ذرة كار right is new إذا هنا إذا تلاحظون أن الاسم قد لا يكون كلمة واحدة قد يكون كلمتين أو قد يأتي حتى ثلاثة وخليني أقول لك شغلة مرات الاسم يجي خمس كلمات الفاعل خمس كلمات عدل شلون راح نعرف هذا الشيء راح اعطيكم امثله بس محاضرات اليوم فقط التعاريف يعني وهاي التعاريف صراحه انا افضل تنحفظ لان راح تحتاجها خصوصا طلاب الماجستير أه صراحه يعني هواي يركزون على التعاريف حتى بالبكالوريوس اكو مرات بالامتحان الفني يجيب لك تعاريف عرف عادي طيب اذا السبجكت هو اسم أو ضمير يأتي قبل الفعل ها ركزوا لي عليه قبل الفعل وركزوا لي أنه اسم أو ضمير ها اسم اسم أو ضمير ثانيا عندنا الفعل it is the most important part in the sentence it is usually comes وهو عادة ما يأتي after the subject الفعل أعزائي الطلبة دائما يجيك قبل الفعل دائما يجيك قبل الفاعل يجيك ثم بعده فعل هاي باللغه الانجليزيه دائما نبدا بفاعل مثلا هي هي على سبيل المثال هي كمس حبايبي هي كمس هي فاعل والكمس فعل <applause> شوفوا راح اعطيكم ملاحظه جوهريه تفيدكم فائده مو طبيعيه شلون تعرف هذا فاعل؟ شكو شي يجيك قبل الفاعل قبل الفعل هو فاعل شاكو شي يجيك قبل الفعل هو فاعل شاكو شي يجيك قبل الفاعل قبل الفاعل بعد قبل الفعل هو فاعل يعني شلون <applause> هسه هاي مو هي كمس هذا كمس مو فعل اي هذا الهي هو فاعل تمام وهاي الملاحظه راح تفيدك فائده مو طبيعيه صراحه شوف مثلا على سبيل المثال شوف هاي الجمله شلون صعبه قبل قبل مثلا على سبيل المثال the red the red car was over there over there طيب هنا من هو الفاعل الفاعل راح يكون بدون اي مشاكل the red car طيب ليش استاذ محمد الفاعل هنا ذا red كار ليش ما قلنا فقط car؟ مو انا ذكرت لك شك يجيك قبل الوازع فعل المساعد راح تقول هذا ذا ريد كار هو الفاعل ذا ريد كار هو الفاعل اها هيك هاي ملاحظه راح تفيدك بشكل مو طبيعي بقول علي, على هذا المثال شلون صعب طبعا هاي الامثله والتفاصيل راح ناخذها بالايام القادمه لا تخاف بس قاعد هيك بس مجرد اعطيك مقدمه يعني على سبيل المثال what we study ماذا ما ندرس is very easy يعني الشيء اللي احنا ندرسه كلش سهل حبايبي شوف هاي الجمله من هو الفاعل بدون تفكير اي هذا كله فاعل طيب ليش استاذ محمد ليش هذا كله تفاعل لان إيه هاي از الفعل المساعد فشكو شيء يجيك قبل, الف... قبل الف... قبل الفعل عفوا اي هذا الفعل هذا اللي راح يجيك هو راح يكون الفاعل هاي الملاحظه حرفيا راح تنقذك وراح تحل اكثر من خمس ستة اسئله فركزوا لي عليها يا اخوان يا شباب ارجوكم <applause> طيب. ثالث شيء اسمي عندي ثالث اسم هو الاوبجكت اللي هو المفعول به. حبايبي المفعول به قد يكون اسم او ضمير. noun or pronoun. اوكي. Okay. comes after the transitive verb يأتي بعد الفعل المتعدي. طيب ادري بكم هسه انت ما تعرف شنو الفعل المتعدي وهاي السوالف كلها راح ناخذها ولا تخاف. بس اريدك تعرفي شنو هو المفعول به لما الواحد يقول لك مفعول به شنو معنى المفعول به حبايبي المفعول به اي كلمه اسم او ضمير يجي بعد الفعل يجي بعد الفعل يعني على سبيل المثال مثلا 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 اي سيل انا بعت او انا بيع اي سيل كارز انا بيع السيارات حبايبي إيه هذه كلمة كارس هي مفعول به، ليش؟ لأن جتني بعد الفعل هذا وين الفعل؟ شك شيء يجيك ورا الفعل هو مفعول به، حتى باللغة الإنجليزية يا أخوان، حتى باللغة الإنجليزية مثلا زرع أحمد قمح زرع أحمد قمح الآن أو أو مثلا يا أحمد يزرع قمح الآن القمح شنو هي مفعول به؟ القمح هي مفعول به، نفس الحالة باللغة الإنجليزية يعني الان هنا الان يا غوالي I sell the cars الآي الفاعل سيل الفعل ذا cars المفعول به ليش؟ لأن اجتني بعد الفعل شكو شي يجيك بعد الفعل إيه هذا الفعل الرئيسي شكو شي يجيك ورا هو راح يكون مفعول به اخواني ارجوكم ارجوكم افهموني مادة النحو للمرحلة الثالثة تحتاج تكرار وعادة يعني إذا أنت جيت شفت لي فيديو نص فيديو وعفته ما راح تفتهم لازم تعيد وتكمل وياي و... و لان أنا راح اظل اعيد لك كمل الفيديو هذا كليتي راح تفتهم فهم مو طبيعي وراح يفيدك هذا الماده ترى مو بس يعني راح تفيدك حتى بالكلام لان هذا صراحه الموضوع اعتبر اساس اللي فهم هذا الحكي بالانجليزي بعد راح تصير اموره كلش تمام طيب اذا الان المفعول به هو اي اسم او ضمير ها اسم او ضمير ركزوا على هاي الكلمه اسم او ضمير يأتي بعد الفعل المتعدي اللي هو الفعل الرئيسي لذلك لما أنا قلت I sell the car, cars, أنا بيع سيارات إي هذه the cars مفعول به شلون عرفتها مفعول به لأن جتني بعد الفعل الرئيسي حلو لأن جتني بعد الفعل الرئيسي طيب لا تخافوا راح ناخذها بالتفصيل كذلك لدينا في شيء اسمه الكابلمنت اللي هي التكملة It is either noun or adjective. وهي قد تكون اسم أو صفة that gives the information about the subject or object. حبايبي كلمة تكملة يعني تكمل تكمل الفاعل توضح لي ما هو الفاعل راح ناخذها واحنا عندنا نوعيتين من عندها راح ناخذها بالتفصيل لا تخافون يعني اطمئنوا بس قاعد نعطيكم اليوم بس مجرد نظرة نظرة عن الفصل بس هيك طيب التكملة يا اخوان هي تكمل معنى الفاعل يعني مثلا بوعوا هذا المثال مثلا على سبيل المثال the teacher المدرس the teacher is happy شوفوا هاي الجملة المدرس سعيد كلمة happy هذه happy هي تكملة لمن تكملة؟ تكملة للفاعل شنو معنى؟ من قلنا المدرس سعيد كلمة سعيد كملت لي معنى الفاعل اي انها اخبرتني عن عن المدرس، يا تيشر ترى هذا المدرس هو سعيد، اها هيك اعطيك مثال اخر. مثلا اقول على سبيل المثال آه، نور نور is is خلينا نقول is a nurse، يعني آه، نور هي ممرضه، نور هي ممرضه. الان باوع شباب كلمه نيرس هي تكمله طيب شو عرفتها تكمله شو عرفتها تكمله لانها كملت معنى الفاعل نور ممرضه اذا كلمه ممرضه خبرتني علما على نور كملت لي معنى الجمله فخبرتني ترى 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 ان نور ترى هي ممرضه يعني كملت لي الجمله هذا هو معنى كومبليمنت حبايبي بس اريدكم تعرفون شنو معنى تكمله بس هذا اللي اريده احنا راح ناخذ كل شيء لا تخافون نعطيكم امثله الا خليكم تروحون للجامعه تضحكون على هاي المواضيع ان شاء الله اذا صدق التزمتم ويا طيب اخوان الآدفير الظرف وهو اي كلمه تصف الفعل حبايبي شنو الفرق اعزائي الطلبه شنو الفرق ما بين الظرف والصفه شوفوا الصفه تصف الاسم علي از هابي يعني علي سعيد ذا كار از اولد السياره قديمه هذا شنو هذا يسميها صفه باللغه الانجليزيه ايش اسميها اسميها صفه هاي الصفه تصف الاسم اما الظرف فالظرف يصف الفعل جاء احمد مسرعا ودائما الظرف ينتهي واي غالبا ظرف خصوصا ظرف الحال يجي انتبه إيه يلا تعالوا وياي يعني مثلا على سبيل المثال اي 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 وانت انا ذهبت اي وانت انا ذهبت فاست او ليش فاست؟ خلينا نعطي كلمه اوضح فتشي شوي سعيد اسهل اسهل خلينا نقول اي I spoke happily. طيب I spoke happily. اخوان الان هذا الفعل إيه هذا الفعل happily هذا ظرف وصف ايش؟ وصف الفعل اها آه اذا I spoke كيف اتحدث؟ انا اتحدث بسعاده اذا الظرف يصف الفعل يابا هاي المعلومه شلون مهمه الظرف ايش بيه؟ يصف الفعل. الظرف دائما يجي يتكلم عن الفعل. جاء الولد مسرعا، كيف جاء الولد؟ جاء مسرع. اذا 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 الظرف يصف الفعل، يابا هاي معلومه كلش مهمه، اخوان والله مهم انتبهوا عليها. الظرف يصف يصف ايش؟ الظرف يصف الفعل، الظرف والصفه تصف الاسم، تصف الفاعل مثلا. آه آه مثلا على سبيل المثال، شي از is... لون الازرق مصيبه. مثلا على سبيل المثال، شي از هابي، شي أو مثلا شي از نعم شي از هبي كلمة هبي صفة وصفة ايش؟ وصفة الفاعل شي أما هبلي ظرف فهو يصف الفعل الظرف يصف ايش؟ الفعل الظرف يصف ايش؟ الفعل طيب بعد ايش عندنا؟ بروفورم نعم البروفورم راح ناخذها بعدين بس خليني اقول لكم شنو معنى البروفورم من واحد يحكي لك الاستاذ يقول لك بروفورم شنو معنى بروفورم اخوان كلمه بروفور معناها استبدال بدل ما آني اكرر الكلمه اللي انا ذكرتها قبل راح احط بدالها فتشي يعوض عنها فتشي يعوض عنها يعني شلون احكي لكم هذه القصه فديوم كنت احكي ويا واحد من بوسنا بالجامعه مو بالعراق هذا الحكي فسألته قلت له مثلا يعني ما احكي انا بس هو بعادتهم هم من تحكي وياه بطبيعتهم دائما من دوله البوسنه هو بوسنه بطبيعتهم يكررون يقول هو يقول يقول احنا بطبيعتنا نكرر يعني مثلا شد اسمك انت انا اسمي محمد مثلا يقول لك انت اسمك محمد نجم النوفلي ايه انا اسم محمد نجم النوفي فيعيدون بالكلام يكررون وهذا الشيء يخلي الكلام ممل فمره من انا سالته عاد الكلام نفسه فانا تفاجئت ليش تعيد الكلام قام يضحك قال احنا شو طبيعتنا هيك ما اعرف هل هو هذا هو شخص ام هم كلهم هيك الدوله ما اعرف بس هذا الموقف ذكرني بهذا الموضوع مالنا اللي هو يقول لك لا تعيد الكلام لان الكلام اذا عدت يصير ممل فانت لا تظل تعيد الحكي فهذا الموضوع يخلي كلامنا غير ممل لما نريد نحكي لغه انجليزيه تعال خليني اعطيك مثال شوف على سبيل المثال باللغة الإنجليزية إحنا طلابنا الأعزاء شوف مثلاً على سبيل المثال أقول آني أقول ماهر is studying يعني ماهر دا يدرس is studying English يعني ماهر يدرس إنجليزي طيب شوف هنا <applause> شوف يقول هنا ماهر از ستاديينج انجلش يعني ماهر يدرس لغه انجليزيه بعدين قال لك فرام حله هنا ايش راح اكتب؟ اكتب ماهر لو هي صح لا اكتب هي طيب ليش؟ ليش كتبنا هي هنا؟ من يقول لي؟ اه ها طلاب ليش كتبنا هي؟ اه حتى كلامي ما يصير ممل فاني بدل ما اعيد ماهر بظل اعيد ماهر مره ثانيه، استبدل ماهر بهي حتى كلامي ما يصير ممل، تخيل انا اقول ماهر از انجلش، ماهر از 20 يرز اولد، ماهر از فروم حله، كلام راح يصير بروف معناها اني استبدل الكلمه باسم على مود ما يصير كلامي ممل، حبايبي ترى هذا راح ناخذه بالتفصيل وراح ناخذ انواعه وحالاته كلها، بس هسه بس مجرد قاعد اعطيكم مقدمه عن الفصل يعني، طيب والله بعد ايش عندنا؟ أه دبليو وورد questions حبايبي كلمه دبليو اتش اللي هي معناها ادوات السؤال السؤال الذي يبدا باداه سؤال عندنا موضوع بالمرحله الثانيه بالشابتر الثاني بالكتابكم نحو الكوير اللي هو ميك question يجيب لك جمله ويقول لك سوي سؤال كون سؤال هذا موضوع ايضا يجي بعض الجامعات يعني يجون على السؤال كامل يعني تخيل خمس درجات او عشر درجات بالفاينل من غير الشهري يعني فموضوع مهم وراح ناخذ ايضا بالتفصيل كذلك عندنا ايضا يس yes, نو no, questions اللي هي اسئله اليس -Yes والنو -No. uh, auxiliary فيرب uh, اللي هي افعال مساعده ايضا راح ناخذها بالتفصيل الممل الاوبريت تعريف مهم جدا اللي هو الفعل المساعد اللي راح نستخدمه في حاله النفي والسؤال شنو operator وتفاصيله راح ناخذها ان شاء الله بالايام القادمه الفاينايت فيرب والنون فاينايت فيرب شوفوا اخوان هسه احنا عندنا باللغة الإنجليزية فعل يسمى فاينايت وفعل يسمى نن فاينايت. الفاينايت فيرب هو الفعل اللي له زمن. والنن فاينايت فيرب هو فعل ما له زمن. شلون يعني فاينايت آه فيرب؟ هذا الحكي كله ترى راح ناخذه بالتفصيل بس قاعد أقول لك اليوم بس مجرد خريطة للفصل شنو اللي راح ندرسه، يعني هذه محاضرة فقط مجرد مقدمة. طيب. الناونس الأسماء طيب حبايبي هذا هو كل ما موجود لليوم، أتمنى التعاريف اللي أخذناها اليوم تنحفظ. لان مهمه كلش هاي الملزمه موجوده استاذ راح تدرسنا على ملزمه لو كتاب حقيقه انا راح ادرسكم على الكتاب بس بعض الاحيان نحتاج مصطلحات نحتاج امثله راح ارجع للملزمه هاي الملزمه تحتاجها نعم تحتاجها ضروري تكون عندك منين تاخذها من اول تعليق ب التعليقات راح اشوف الرابط مال القناه مال المكتبه وموجود توصيل لكل محافظات العراق طلابنا الاعزاء المحاضره القادمه راح نبدا نشرح اول موضوع هاي اليوم فقط مجرد مقدمه وارجع واقول لك الملزمه راح نحتاجها بس مجرد أمثلة احنا راح نمشي على الكتاب راح نمشي على ترتيب الكتاب راح ناخذ امثله الكتاب وراح ناخذ التمارين لأن انتم عندكم كتاب ثاني مال تمارين طالب اللي ما يدري هذا الكتاب الثاني كل الاسئله تجي من عنده بالامتحانات خصوصا بالفاينل فايضا راح نقراه وراح نشرحه بالتفصيل الممل بس هاي اليوم هي مجرد مقدمه عن الماده وشنو المواضيع والى اخره هاي التعارف لازم تنحفظ النحو به تعريف لازم تنحفظ تحتاجهم راح ناخذهم ان شاء الله بالتفصيل الممل بالايام القادمه الى هنا يا طلابنا الاعزاء الابطال راح تنتهي هاي المحاضره نشوفكم بخير تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته